الحين الحشوة بنخلطها، حطينا المفرومة والبصل وحطينا شو اسمه هذا، كرات وبقدونس. انا احط ولحمة اللحمة اللي هي وبصل، مفرومة. ايه ايوه بس احط بقدونس انا معاها. تعرف انا متى احب الكرات؟ في عشب اللحم، انت ما تحطون كرات بس بقدونس؟ ايوه في الخلطة حقتنا. لا شوفي، هي اوكي هي البيوت تختلف صحيح، بس يمكن بس احنا بيت اهلي ما نحط صراحة الكرات، احنا نحط الكرات اكثر في ما عشب ادري اللحم. استوت ولا لا. حنسويه ولا ما راح نسويه؟ عشب اللحم نسويه بالعكس مع الخل الاحمر. اديني اقشرها انا لا لا مو وانت مشكلة، خلطيها. خلاص طيب خلطت انا وقاعد اقشر. بس شوفوا كيف الفكرة، انه في البوف تنفتح العجينة كذا كاملة، تمام؟ بعدين نبدأ، بس اقول الخطوات اوكي ما راح اخرب عليك. بعدين نبدأ لا لا نحط بالعكس. الحشوات بشكل دوائر، هنا 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 هنا. بعدين ايش نسوي؟ نجيب هذه ونطبقها، وبعدين بعدين نحط البيض. مفروض البيض يعني نجيب لو عندي هذه، فرام يعني في شيء مخصص للبيض. اي اللي تقطع ايوه البيض بس كذا. احنا عاد البيض هنا لذيذ مع الخلطة كذا، يعطي ينكهها. البيض اي المسلوق. البيض يا سلام المسلوق. عليك، حطينا ملح شفتوحة ولا ما حطيت ملح يحتاج؟ وفلفل اسود ورشة كمون. تمام، لانه احيانا اذا كنت مثلا بتطقطقي المفرومه وحطيتي عليها ملح فهو كفايه لها، ما يحتاج ترجعي تملح الخلطه بعدين. لا خلاص اي مرة واحدة حلو، وبس، هي حالاتها. الحين شوفي انتي، امسك العجينة شوفي الملمس حقها ممتاز، فوق الممتاز. الملمس اقرب الى خد البنت كذا، يكون فلافي صح؟ ايوه بالضبط. اي بس خليني اشوف منديل. خلاص اذا احنا كانت، الحين جهزنا كل شيء. اي انا ماما دائما تقول لي اذا كنتي بتفرديها ورجعت يعني كمشت، معناته انه في غلط في العجينه، صح؟ حاول انها تفرد فخلاص تمسك هذه نفسها. معلومة أمك صح، سواء في اي خميرة أو ما في اي خميرة، إذا العجينة رجعت كمشت معناته ما ارتاحت، في تحتاج غلط. اي ترتاح. وهذا يعتمد على درجة الحرارة، مو بس على حرارة الغرفة. حرارة الغرفة، يعني مو شرط إنه يكون شتاء، ممكن برا يكون شتاء بس مطبخك ساخن. حار صحيح، وممكن العكس، يكون مطبخك بارد بس يكون الجو برا حار. يلا إحنا إيش حنسوي الحين؟ نبدأ نحط هنحط الحشوة. الحشوة كذا. طيب هنحطها، احنا نحط كذا، شوفوا نقسم كذا بالنص ونوريكم الحين. ترى هذه اول مره اسويها بحياتي، طب بس اساعدك خلاص الحين شفتها؟ اليوتيوب ما خلى خليني شيء. لا لا خليني لا لا اساعدك بالعكس، لا لا عشان ماما اليوتيوب يا تفرح جماعه بيا. اليوتيوب ما خلى شيء، يعني انا استغرب من اللي يقول ما اعرف. يعني واحده تبغاني على اعطيها احلى طريقه بسبوسه، يا اختي اكتبي بجوجل احلى طريقه بسبوسه. لا وتشوفي ايش هي المكونات اللي في البسبوسه تحبيها، لانه على في قولك ناس هي في المطاعم مثلا مختلفه. ممكن فيها جوز هند، في ناس ما تحب الجوز صح هند، في صح ناس في انت عندك حساسيه من شيء معين، انا ممكن اعطيكي انت ابخص. والحين والله انا يعني اختراع جوجل هذا طبعا ما في زيه في الدنيا. الحين بنحط مويه بس هنا كذا بالاطراف، تحطين مويه انت؟ لا بالعاده ما احط الا اذا حسيت انه العجينه ما احس انا ما مسكت. ادري، انا اول مره اي اسويها بس خليني اقول لك انا. شوفي ايش حسوي انا، اي حنسوي كذا وحنرجعها هنا. طيب ايش خليني حنسوي؟ اول شيء الم هذه، معلش معلش دقيقه شفتوها، ابغى الم هذه كذا عشان كل ما لميناها تصير يصير احسن. ما تتعبنا لما نيجي نقصقص. اوكي عرفتي يا اخي، كده والله العظيم الواحد يخجل انه يتكلم مع شف ضحى كذا. نفردها مضبوط، اسحبها. خلاص خلاص كذا، وبعدين قصقصها، ما احتاجت ما شاء الله مويه العجينه. ايوه على طول لان العجينه لصقت خلاص. طيب ثاني هنا كان من الاطراف عشان ما تفك علينا. يا هنشيلها. سلام. طيب حتى الاطراف هذه ممكن نرجع نسويها لها شيء هذه اللي ثاني. كنت اقول لك عليها نسوي بيها الحلا، ايوه الزوايد. الزوايد أيوة. تسوي فيها، تحط عليها سكر وقرفه. بس تعرف ايش احنا عندنا في المدينه نقول البنت الشاطره اللي تسوي البوف تعملهم صغار زي المخدات كذا. لا انا كبرتهم، هي تعتبر كبيره، كبيره اللي شوفي حتى نحاول انه كبيره الحين، الثانيه جسمها بسويها اصغر. اي اقول لك على شغله، نحاول انه ما يكون في هنا عجين كثير عشان لا تصير فاضيه، لان هي حتنفش ايه فتقوم الخلطه تطيح على تحت، عرفتي؟ كذا كويس ممتازه. يلا خلاص شوفوا نبدا يكون الزيت نقلع. حار وانتوا لازم تقولون الزيت لازم يكون تحطون حار. عليها. ايوه الزيت طب انا يكون شوفي حار. انا هذه انت حطي الحشوه يلا حاضر عشان تصير اصغر معاي.
نتعلم ما فيها شيء. لا ما هي المطابخ مدارس. كل احد له طريقه معينه. فيعني انا ما حتى يمكن تقول انا طريقتي ما هي صحيحه، بس هذه اللي متعودين عليها. الحين يشوفونا يقولوا لا هذه كبيره، هذه ما هي بوف، هذا البوف حق الاعراس، حق المناسبة. انا كريمه بكل شيء. خليني انا اسوي هذه القطعه اللي أسوي. فوق تمام. يلا بسم الله. شوفي هذه لسه مفتوحه من هنا، على طول بقليهم انا اصلا ما حخليهم. شوف التكاليف، انا حاسوي اللي اسويها عندي بالبيت بنفس الحجم. اي يلا سويها. اوكي انا للامانه اول مره اسويها في حياتي، بس والله ما شاء الله عليكي بطله يا شيف ضحى، جريئه انك تسويها اول مره على الهواء. دائما اسوي طبخات كثير على الهواء، ما احس في شيء صعب، عرفتي؟ صح خلاص عادي يعني اتعلم. حتزبط حتزبط. ما تكبر الحشوه، هي بتكون هي كذا. انا سويتها غلط، هي كذا صغيره. لا ما سويتيها غلط، انت دائما صح يا شيف ضحى. يا بعد عمرك. بس احنا مين اللي يبغاها كبيره يا جماعه؟ انا اسمع احد في الكنترول يقول كبريها، شكله جايع صايم، صايم اللي قاعد يقول لي كبري. عادي احنا نسوي السمبوسك البوف تقريبا نقدر نقول كم 24 30 قطعه. لكم ان تتخيلوا. ايوه خلاص كذا كفايه، بس عشان اوري المشاهدين كيف نطبقها. يلا بسم الله كاميرا. نمسكها كذا و نسحبها لين تحت بهذه الطريقة. حلو، نحاول انه ما يكون فيها عجين زيادة. بعد ما نسحبها نضغطها من الأطراف بهذه الطريقة. هل تفرزنونها؟ لا لا لا، كل يوم بيومه، كل يوم بيومه. حلاوتها ترى عندهم فرش. يعني هذا شيء أساسي في رمضان، يعني هذه يوميا سبحان الله، يعني نكهتها بهذه الطريقة. تمام، بعدين نفس الشيء نتأكد انه من كل النواحي قفلناها عشان المفرومة ما تفك علينا العجينة وقت ما تكون بنقليها. حلو حلو. يلا طبعا هذه اللي تقص يا جماعة في شيء كذا فيه زي الزقزاق. صحيح. أيوة. اللي بالزقزاق هي اللي بتلصق اكثر، هذه حقت البيتزا يعني ما تلصق العجين بشكل مناسب. فنحاول دائما نجيب ام الزقزاق. كذا نشيل الاطراف. بس ابغى اشيل هذه عشان ما تديني عجين كثير. شوف ضحى ايش رايك في بناتي؟ والله حلوين، والله طعمين. بس انا احس لو حطيت مويه احس انها تسكر احسن. ممكن. ما ادري احط عشان لا تفتح علينا مع الزيت. ايوه هذا العجين ما نرميه على ما فكره، ما نرميه، نرجع نسوي. شوفوا كيف طري. صح، نرجع مره ثانيه نسوي فيه، لسه عندنا حشوه. وكذا نكون سوينا البف. بس نتاكد انها مقفله من الاطراف عشان ما تفك علينا وقت القلي. يا سلام. وتطلع فيها فقاقيع، ولازم يكون الزيت غزير. ايش اللي عندنا دحين يا شيخ ضحى؟ خلص الفول، الحين نسوي الخلطه اللي على الفول. يلا شلنا المويه زي ما كنا بنقول الغازات، صح؟ نسوي بس دقيقه. على فكره واحده من الاشياء اللي نسويها وقت ما نعمل سمبوسك البوف نجيب تبسي ونحط منشفه. ايوه ونبدا نرصرص عليها، كل ما قصينا مجموعه نرصرص عليها ونقفلها بالمنشفه عشان ما تنشف وقت ما نقليها، تكون مره لذيذه وصح كمان تحافظ على رطوبتها.